في موضوع لا تاني عايزين نناقشه بس قبل ما الوقت يبقى يعني ايه ضاغط علينا جدا ويخلص وما نتكلمش فيه. انتوا كأمهات بتقولوا انه في مشكلة كبيرة في مسألة الكتب الخارجية. جدا. شكلها ايه بقى المشكلة دي دلوقتي؟ احنا عارفين الغلاء ده على الكل. صحيح. الكتب الخارجية دلوقتي تعدت، اولا الوزارة الكتب متأخرة جدا، يعني ابني هيخش المدرسة ما بيستلمش في اول اسبوع ده، فانا مجبرة ان انا اشتري الكتب الخارجية. زادت جدا جدا جدا، وصل الكتاب ب 800 و200 تتأخر و300. اتأخرت الكتب اسبوع ولا 10 ايام ولا اسبوع شهر؟ ولا شهر؟ شهر ده كتير قوي. هو لا غير كده، هو كتاب المدرسة يفقد السؤال اهميته. هو المدرسة ما مش المدرس بيشرح له من ملازم ولا بيشرح له؟ لا، المدرسه ممنوع فيها اي حاجه تخش غير كتاب المدرسه بس. يعني انا اشتري كتاب الخارجي ده مجبره ليه؟ لان كتاب المدرسه تاني، عشان دي قصه تانية كبيره. المدرس ما يشرحليش على السبوره ولا بلاك بورد. ممنوع. ممكن احنا ما بيستلموش فيديله ايه بوينت كده من الدروس الجديده، بس انا لازم اشتري الكتب الخارجيه دي، انا مجبره. بس احنا ولي الامر بقى الغلبان بيعمل ايه عشان نساعد بعضينا؟ يعني اتحاد امهات لا ما هناخد الضعف. احنا في اتحاد امهات مصر ونبني بلدنا، لا عملنا مبادره بدلنا الكتب زي الكتب الدوليه كده. بقينا عملناها كده. انا ابني خلص سنه تانية، دي الثالثه. بس ما بتنفعش برضو في كل الحالات، الوضع بقى سيء جدا. تاني بقول مافيه الكتب الخارجيه اللي مش قادرين، يعني يا ريت نقف قدامها ويبقى فيه محل ان الكتاب المدرسي، ما هو اللي الف يعني الكتاب. على اغلى الكتب الخارجيه بتاعتي هتبقى ثانويه عامه. الكتاب ب 800. في كتاب وصل ل 800 و400 ده غير كده بقى حاجه بقى. معلش ثانيه واحده بقى، انا اشتريت كل الكتب الخارجيه بألوفات مؤلفه، وطبعا قصه تانية كبيره، ابني بياخد في سناتر، رحت دفعت مجبره ملازم السناتر برضه. لا يا كل بقى الملازم يجيب الكتب الخارجيه، انت بتعملي ده مضطره اجيب كل لا ملازم دي ثانويه عامه يا جماعه، ده ما اقدرش، ده انا مجبره. يا دكتوراه هجيب الملازم واجيب الكتب الخارجيه؟ هو لازم يا دكتور حسن الكلام ده؟ انا اقول لحضرتك لازم. اولا الكتاب الخارجي برضه الاهالي بيعملوا. انا اقول لحضرتك القصه غير انه مضغوط عليهم وهم غلطانين. الكتاب الخارجي هي قالت الاستاذه شيماء قضيه مهمه جدا، ان الكتاب المدرسي بيتاخر ظهوره عن الكتاب الخارجي. مع ان في قانون سنه 85 مع الدكتور فتحي سرور الله يمسيه بالخير، سنه 85 الكلام ده، طلع القرار بيقول ممنوع صدور الكتاب الخارجي وتداوله الا بعد استلام الطلبه للكتاب. خلينا نشوف القضيه من الاصل. ان ما فيش كتاب خارجي الا اذا كان في كتاب مدرسي. طبيعي. ليه؟ لأن الكتاب يعني المدرسي الخارجي بيسطو على الكتاب المدرسي. بالزبط. يحل أسئلته، يحل تدريباته، مرتب. دي لسه بيجيب ملازم، يحل بتدريباته، يحل تدريباته. فالكتاب الخارجي ما بيدفعش حق الانتفاع بالكتاب المدرسي. مفروض في قانون بيقول حق الانتفاع، انت بتستفيد من الكتاب المدرسي، حق الانتفاع انت ما بتدفعوش كصاحب كتاب خارجي.